أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم أضل أعمالهم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا بأن الذين كفروا الذين كفروا اتبعوا الباطل كفروا اتبعوا الباطل كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم
يضرب الله للناس أمثالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض
والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم يا أيها الذين آمنوا والذين كفروا فتعسل لهم وأضل أعمالهم والذين كفروا فتعسل لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم
من قبلهم دمر الله عليهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها وللكافرين أمثالها أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي
قرية هي أشد قوة هي أشد قوة من قريتك أشد قوة من قريتك من قريتك التي أخرجتك من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم أهلكناهم فلا ناصر لهم فلا ناصر لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان أفمن كان على بينة من ربه على بينة من ربه كمن زين له كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم واتبعوا أهواءهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي مثل الجنة التي وعد المتقون وعد المتقون فيها أنهار من ماء فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم غير آسن وأنهار من لبن لم غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من خمر لذة
لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفَّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ كمن هو خالد في النار وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم
طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم
متقلبكم ومثواكم ومثواكم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي إليك نظر المغشي عليه من الموت عليه من الموت فأولى لهم فأولى لهم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر عزم الأمر فلو صدقوا الله فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم لكان خيرا لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم
إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر
في بعض الأمر والله يعلم والله يعلم إسرارهم إسرارهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا فكيف إذا توفتهم الملائكة توفتهم الملائكة يضربون وجوههم يضربون وجوههم وأدبارهم وأدبارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك ذلك بأنهم اتبعوا بأنهم اتبعوا ما أسخط الله ما أسخط الله وكرهوا رضوانه وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم فأحبط أعمالهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين أم حسب الذين في قلوبهم مرض في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم أضغانهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء ولو نشاء لأريناكهم لأريناكهم فلعرفتهم فلعرفتهم بسيماهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول في لحن القول
والله يعلم أعمالكم والله يعلم أعمالكم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين حتى نعلم المجاهدين منكم منكم والصابرين والصابرين ونبلو أخباركم ونبلو أخباركم ولنبلونكم حتى حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم ولا تبطلوا أعمالكم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ فَلَا تَهِنُوا فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لعب ولهو وإن لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم ولا يسألكم أموالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم
إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.